ونحن مثل كل يوم مشاهدينا منبلش نهارنا بريبورت. خلال الأسبوع كنا عم نحكي عن منطقة الأشرفية، اليوم أيضاً مكملين من منطقة الأشرفية، ولكن سألنا اليوم المواطنين شو أجمل معلم وأهم معلم بمنطقة الأشرفية. خلينا نشوف إذا كلهم متوافقين على فرد رأي. معلم سياحي، معلم سياحي بصراحة ما بعرف، أنا جديدة هون ما بعرف، ماني عايش هون بالأشرفية. هذا التمثال الموجود هونيك الشيخ بشير، أحلى معلم سياحي بالأشرفية. هيك ما بعرف شو الصراحة، لسه ما بعرف. الأبسة، الأبسة، عالأبسة، عالأبسة. مبدئيا أنا واصل لهون عالأبسة، أنا غريب أول مرة باجي هون، قالوا لي ألفوا نحو المنطقة هون. إيه أحلى شيء. لا الساحة شوي فوق حلوة، ساحة ساسين، ساحة سيسيل، ساحة سيسيل كلها سوا، لأنه في عدة كافيات وهيدا، سو في 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 حياة، في عجقة، في ما دخل، كبرت البلد، صار في كتير محلات، كان بالأول هون بس، هلا في جميزة، في مرمخايل، عدو أنا بروح من البيت على المحل وبيجي لهون، هون ما بكذرش الزين، بدنا نزورها يعني، شايف يعني اللبنانيين محرومين إنه يعرفوا معالمهم السياحية صراحة. قالي سنتين هون. ايه شو بأي شاحة؟ ساسين اكترية التورست عادة اصلا بس فيهم هون اساعة السيارة ساسين. لكن الفقرة الجديدة اللي عم نبلش فيها يوميا بي ام تي في الايف هي فقرة اب تو ديت، ومن خلالها عم نجرب نمرق كل الاخبار الجديدة بالاضافة لصور عم تبعتوا لنا اياها، كوت اوف ذا داي والطقس وكثير غيرها. رح نبلش هالفقرة انا وستيفاني. بونجور ستيفاني، يعني هيك اليوم يو ار جلوينج، ثانك يو، بالمعنى الحقيقي للكلمة. ستيفاني اليوم شوي انا مريضة، بعتذر من المشاهدين، صوتي شوي تعبان ولكن موجودة وعم بنفهم بكفي الضحكة الموجودة على وجهك اللي دايما بتطلبي من الكل انه تكون أكيد. فهيدي لحالها بتكفي صوتك شوي مغير، مزبوط سلامتك. ستيف، نحن دوك بأب تو ديت في عدة فقرات رح منبلشها مثل العادة بتوب ستوري، واليوم عنا ثلاثة توب ستوريز، مشاهدينا ثلاثة توب ستوريز عم يشغلونا هاليومين، وأهمها ويمكن أكثر وحدة هيك عم بالفعل عم تشغلكم بالكم هي زيادة الأقساط المدرسية اللي وصلت ستيفاني لحديث 30%. مش بس الأقساط، كمان بدنا نشتري الكتب والكرتاسيات، هيدا الشيء أنا نحن بلشنا، أولادنا بلشوا من جمعتين، في أولاد بعد ما بلشوا، في أهالي هلأ عم يشتروا الكتب والكرتاسيات وعم بيفكروا كيف بدهم يدفعوا. يعني الواحد إذا عنده ولد أوقات بيفكر كيف إذا عنده ولدين ثلاثة، هيدا الشيء مش مزبوط، كل سنة عم بيزيدوا مزبوط يعني، ومن دون مبرر، والفكرة صح. هي أنه عم بتزيد هالقصوصات من دون مبرر، الأقصاء القرطاسية أيضا من دون مبرر، وأيضا ببعض المدارس عم بيزيدوا قصة الأوتوكاريت ستيفاني صح. وهيدا الشيء عم بيجرب يحله الوزير اللي منوجه له تحية كتير كتير كبيرة الياس بصعب، أنا بدي وجه له تحية وبدي أقول له يعطيك ألف عافية، المجهود اللي عم بيروح على مفاوضات 100%. كل الوقت عم بيجرب يكون وسيط ووسيط خير بين كل الجهات، اكيد بحس لانه هو كمان عنده اولاد، يعني الواحد على كل هو بحس مع كل المواطنين، وواضح شعوره قد ايه كبير، وواضح قد ايه عم بيجرب يعطي من قلبه. بدي اوجه له تحيه كبيره لمعالي الوزير الياس بوصعب، بدي اطلب منه اليوم اذا بيشرفنا اي يوم بحلقه عنا بي ام تي في الايف لحتى نناقش هيك هالمواضيع اللي بتهم العائله ستيفاني وبتهم الاساتذه والتلاميذ والاهالي بذات الوقت. صح، رح ننتقل على الخبر الثاني. على الخبر الثاني الفاجعة. نحن بننتخب النواب، للنواب يمثلونا، بيمثلوا الشعب، وللنواب كمان ينتخبوا رئيس جمهورية. بندفع لهم مصاري صح، ولكن عم بيقبضوا المصريات وما عم يشتغلوا، يعني هيدي هي كل القصة، وبيرجعوا بينتخبوا حالهم، بيرجعوا بينتخبوا حالهم، وهيدي أضرب، يعني بدل ما ينتخبوا رئيس عم ينتخبوا حالهم.
في فضايح في ارقام بتخوف، يعني عم يدفعوا الناس بحوالي 200 يعني هون قايلين 266 مليون دولار لمجلس النواب، في كهرباء، في صيانه، في هن معاشاتهم، بيقبضوا معاشات وبياخذوا كمان من وزارة الصحة كمان بتساعدهم، يعني كل شيء عندهم والشعب ما عنده شيء. وبالوقت اللي شوفوا شو بدكم تعملوا لأنه ما فينا نكفي هيك. بالوقت اللي ما عقدوا إلا 16 جلسة خلال فترتهم، وهيدي شغلة بالفعل. وعم بيقبضوا معاشات كثير كبيرة بالنسبة لمعاشات المواطنين. وانا بدي اقول هون انه في كثير ناس عم بيتسائلوا ليه عم نحكي سياسه باول حلقه، بس انا بدي اقول هيدي مش سياسه، هيدي اشياء اجتماعيه بتهم الجميع، هيدي اشياء حياتيه يوميه ستيفاني، او ببعض الاحيان اشياء امنيه عم بتكون. نحن مش كثير بنفوت بالسياسه، ولكن هالاشياء ما فينا نتغاضى عنها لان كل الناس عم تحكي فيها كل يوم. صح، حتى اولادنا صاروا يعرفون هول الاساس. صحيح. بدنا نحكي شوي عن ليدي غاغا. فن ليدي غاغا اللي انعرفت هي مشهوره بوقحة، يعني بتطلع على المسرح ألوز جريئة ووقحة، انشهرت من هالأساس. كانت مقررة أنه بال 2014 توقف تغني، يمكن ما بقى رح نسمع عنها، يمكن عملت الكامباك باخر البوم بس يلي صدرته باخر البوم اللي ما كانت كثير راضيه. إيه صح، وكثير انتقدوها انه هي بس ما عندها صوت وبتطلع بتغني تاخذ شهره، ولكن هي كثير كانت عم بتعاني كل هالسنه، كانت كئيبه، وابارمون كان الموت وين ما تروح كان لحقها هيك قالت. بقى حتى ستارز إذا عندهم كتير مصاري ووصلوا وصاروا مشاهير دايما بيكون عندهم كآبة شي محل، ما حدا راضي، ما حدا راضي. لازم يجوا يعيشوا عنا بلبنان ليعرفوا قدي عندهم حظ. بكفي انه عندهم كهرباء ستيفاني، ما رح نحكي اليوم عن الموضوع. اذا اشتري كهرباء بننبسط بنبلش نزقي. فلننطر اذا ليدي غاغا رح تضل على قرارها. ننبسط بالقصص الصغيره اللي بيعطونا اياهم نصير نعرف قيمه الاشياء. كثر خير الله. ستيفاني ايضا مثل كل يوم عم بيكون عنا يور ريبورت، صوره انتم بتبعتوا لنا اياها من لبنان او من كل انحاء العالم، واليوم اخترنا لكم صوره من موقع الام تي في، صوره حلوه كثير من رشايا البقاع، ونشرناها اليوم ضمن هاشتاج جود مورنينج لبنان. شو حلوه ومبين الارميد والطابع التراثي التقليدي لبيوت لبنان. لازم الناس يزوروها، ونحن دائما بنشجع انه يكونوا عم يعملوا سياحه داخليه، نعمل توريزم صح بقلب لبنان، وعم نشوفهم على هاشتاج جود مورنينج هاشتاج لبنان. صح. بدي اذكر كمان انه نحن طلباتكم مكملين ناخذها مع انه صارت شوي كثيره، ولكن كملوا تبعتوا لنا كرمال ريلوكينج، كرمال كوكينج ايضا معكم ستيفاني. شو الجديد اللي عم بيكون؟ كل يوم سبت فيهم يجوا يطبخوا معنا، اذا طالع على بالهم عندهم ريسيبيز اوريجينال او هن ريسيبيز تعلموها من اهلهم ابا عن جد، من امهم، من التيتا، فيكم تشاركونا هول ريسيبيز وترجوا تطبخوا معنا. فيكم تبعتوا تتواصلوا معنا على الفيسبوك بيج للام تي في الايف، تبعتوا لنا رقمكم وصوره عنكم وكمان شو الريسيبي، نحن بنرجع بنحكيهم اكيد ومنقرر اي سبت رح يكونوا طبخ لبناني معنا. فقط ستيفاني، لا لا لا، اي رسات ممكن تكون معكم معنا. وايضا بدي اذكر انه ريلوكينج رح يكمل، ومثل ما اخذت سكسي الحلقه الاولى رح يكون في ميك اوفر كل اسبوع نهار الاثنين مع الاخصائيه ريتا لمع، لكل شخص بحب يغير اللوك، يغير القصه، يغير الميك اب، اهلا وسهلا فيه. صح. ايضا على فيسبوك بيج رح اعطي توديز كوت، وبدنا نذكر بفيديو جاك ستيفاني. فيديو جاك المزح والضحك هيدي اجبار نبلش. اهم شيء عندنا دائما نحن بنمزح وبنضحك للاجواء تكون مرحه باستديوهاتنا. صحيح. كمان فيديو جاج فيكم تعطونا فيديوز انتم صورتون مع اولادكم، اوقات بيكون عندهم بيتس بيعملوا قصص مهضومين بالبيت، فيكم تبعثوا لنا اياهم وهيك بنعرضهم على الهواء. صحيح. Today's quote: The mind is everything, what you think you become. كل شيء بتفكروا فيه انتم بيصير يعني.
وهيدي مثل ذا سيكريت ايضا فكر بوزيتيف فكر ايجابي بيصير اشياء ايجابيه وفكر هيدي دائما انا بتبعها دائما بفكر بوزيتيف ولازم نعلمها لاولادنا وانتم كمان اليوم لما كنت عم سوق كثير شفت ناس معصبين وعم بيزمروا في واحد كان عم بيسب وفتح الشباك قلت لا 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 على بكره الصبح يعني اذا بلش نهاره هيك اكيد اذا بلشتوا نهاركم معصبين رح تكفوا نهاركم معصبين واذا بلشتوا نهاركم مع البسمه على وجهكم فحربتي بالبسمه اليوم ستيفاني صح صح يعني كان قدامي وكثير تضايقت قلت حرام في عالم كثير بشعة اكيد بشعة. ما بنلومهم ستيفاني بظل الاوضاع بس يعني دائما الامل لما بيزمروا بلا طعمه بيعصبوا الناس اللي حواليهم كمان ستيفاني انا مسكرش ببيك وبضحك 100% حرب ضد حرب صح For your info ايضا فقره بي اب تو ديت واليوم خبر مهضوم كثير من الصين انه بالصين عملوا على التروتوار على الرصيف قسمين قسم للاشخاص اللي عم تستعمل التليفون هي وماشي مثل ما عم نشوف هون مقسوم اثنين وقسم للاشخاص اللي ما عم تستعمل التليفون هلا ما فهمنا كيفيه الموضوع 100% وليه ولكن شغله مهضوم كثير يمكن اللي عم يستعملوا التليفون سفاني بخبطوا ببعضهم اكثر ما بيكونوا كثير شايفين كيف ماشيين هيدي آخر ابتكارات الشارع بالصين سلبي طقس كيف؟ غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة بالداخل وكمان المرتفعات يمكن يشوفوا شوية أمطار بس مبارح كان في كتير 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 شوب صح. يعني ما بعرف ليه فرد مرة من أول الشهر كنا عم نحس ببرود شوي خاصة لفترة بعد الظهر أو عشية مبارح كان في شوب اليوم رح ترجع تسقع بقى وين ما رحتوا لما تمرضوا مثلي دايما خدوا معكم جاكيت صغيرة خلوها بالسيارة أو إذا بتخافوا من الشتاء تتنزعوا شعراتكم وهيك دايما خلوا معكم شمسية على كل إن الطقس بهالفترة بيكون كتير متقلب صح. ستيفاني صح ومثل ما حضرتك سلامة قلبك ساخنة في كتير حساسيات بتكون حاليا بهالغيار الطقس دائما نعم فبدنا نطلب من الكل اكيد انه ينتبهوا على حالهم مش كثير اذا شو بينطقس صار هيك متقلب شوي صح. متقلب شوي بدنا نذكر انه اليوم في اي كويز ستيفاني اي كويز الساعه 12 ونص اللي بيكون في مسابقة بيقدروا يربحوا فيها أكيد مسابقة مهضومة كتير وقتها قصير لحقوا حالكم مشاهدينا مع إرسولا دكاش ف 12 ونص حضروا حالكم من شان حضروا تليفوناتكم نعطيهم النمرة من هلأ هيك بيحضروا 044-444-444 مين ما حفز هالنمرة صعب كتير صعب كتير طبعا رح يكون في اتصالات رح يكون في ربح خلال MTV Alive ونحن ما وعدناكم باقيين هالوعد ستيفاني انه يكونوا موجودين معنا هون باستوديو كل ثلاثة وخميس اي كويز ليالي بحب المسابقة اوكي فهيدي كانت اخبارنا لليوم انا برجع بشوفكم بعدين اليوم عندنا Eat right, voila. Thank you, Zoya. لأنه بعد اسم الفقرات تغيروا ما حفظناهم. عندنا Eat right مع ناتاليا غي, Nature مع مارك بيروتي. ما بقى في إيكو, ما بقى في بالانس. بس إنه المضمون زيته تقريبا. عم نزيد عليه شوية تيك. بهارو وعندنا كوكينج مع شيف مارون الشديد اليوم. في عندنا طبخة مع سبينغ و لا اليوم ما في نصايح اليوم تيبس ما بقى في تيبس أها هاند ميد صار اسمه هاند ميد بكرة مظبوط شفت أنا كمان لا بس أنا كان قصدي إنه شوية نصايح أيضا من خلال الطبخ ستيفاني رح ناخد سوا بريك ونرجع مع أوتو فوكس